دعاء اليوم الثاني من رمضان. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شكورا، لك ذكارا، لك مطواعا، إليك مخبتا، أواها، منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت محبتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.